مو يوم انا اثنين نص شهر اثنين نص اثنين شهر ممكن 10 يوم هنا. اول انا اجي بين غازي بعدين رو تاني موقع بعدين تاني موقع مني مني هل هنا اجي اليوم اني شرطة امسك اني تبرك ما يعرف انا مني مني بس هل هنا انا ما يروت عليا انا بس رو عليهن باكستان انا ما يروت عليا هذا مشكلة هنا واجد مشكلة. لا انا بالي هنا تقريبا شهر ونص كنت بتبرق مني تبرق والله بمخزن. والله بدك صراحة يعني الأكل يعني نام جوعانين صراحة نام بردانين. المي أغلب حالات مرض له معاه تفاقمت مع المهاجرين كتير هالقصص صار في حالات مرض في أطفال وفي والله هي نحنا طلعين نطلع ربع نحنا صراحة بالحرب نهشتنا نهشت أحلامنا قبل ما تنهشنا كجسد فطلعنا حياة أفضل فيها مخاطرة. أنا صراحة درست قانون أنا محامي بس ظروف بلدي ما سمحت إني أنا أدرس بسوريا. حبيت أطور من نفسي بأني متزوج كمان أقدر أضمن حياة كريمة لعيالي وكذا. والله صراحة هذا يعني لا تعليق ما فيك تحكي كلام يعني طفل بريء شو ذنبه يعني الأمر يعني بديك لا حول ولا قوة إلا بالله أحسن شيء. والله بنتمنى ما في حدا ما يحب يرجع بلده العكس والله حب عقلنا نرجع بلدنا مع انه عيالنا هنيك انا تارك عيالي هنيك وابي وامي كبار بالعمر فبس الظروف اجبرتني على هذا الشيء. هم 200 ومعاه 90 يا راجل كلهم على بعضهم والله 90 الله في الاول.